عايز اتعرف عليك. انا اسمي خالد فاضل، حاجز عربيه تويوتا من شهر 2، والتوكيل رافض اي تفاوض معانا. احنا نقول مش احنا نقول مش عاوزين بقى نخسر التوكيل كل الخساره، احنا عاوزين الخساره تتقسم علينا وعليكم، مش عاوزينهم يخسروا كمان. احنا دافعين 40% من حق العربيه، بنقول ندفع الباقي ال 60% بالزياده، يقول لك لا احنا من الاسعار، لا ما فيش الكلام ده. طيب انت عاوزه ندفع يعني احنا دافعين 150,000 جنيه، يقول لك دول 150,000. انت رفعت عليها سعر العربيه عشان الدولار رفع، حاسب لي الفلوس اللي انا دفعتها وقت ما دفعتها بالدولار، يطلع 10,000 دولار، اكمل الباقي واخد عربيتي. تمام. طب ايه اللي تم جوه؟ اللي تم جوه ان هم قالوا للناس برضو ان مفيش اي عندنا جديد، مفيش جديد، هو هتتسلم العربيه بسعرها وقت ما تنزل. طيب قول لنا برضو يعني انت كمتضرر ناوي ان انت الفتره اللي جايه تعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هما ما قفلوا قدامنا كل الحلول، مفيش حل. قالوا لنا تلجأوا للدولة، الدولة هي اللي موقفة الاستيراد، يعني هما بيرموها في الدولة. يعني بيقولنا ما تخصموناش، روحوا خصموا الدولة. طب ايه حكاية ان هما عايزين ياخدوا منكم فلوس بالدولار او ربع مليون جنيه؟ ممكن توضح لنا؟ زودوا قيمة العربية، العربية زادت عن ما انا كنت حاجزها ربع مليون دولار، 250,000 جنيه، 250,000 جنيه العربية زادتهم دلوقتي. تمام. وفي ناس حولت بالدولار وما قبلوش التحويل بتاعهم. وفي ناس قالوا لهم حولوا بالدولار، بعد ما حولوا بالدولار خدوا منهم الوصل، برضه ما ادولهمش العربيه. طيب يعني حضرتك يعني كمتضرر برضه ايه رايك في الاسلوب بتاعهم واللي حصل النهارده من اول اليوم؟ اسلوب مهانه، اسلوب ده مش استثمار. تمام. ده اسمه استعمار مش استثمار. الاستثمار فيه مكسب وخساره، هم عاوزين يكسبوا بس. انما الاستعمار اللي فيه المهانه اللي بتحصل لنا دلوقتي، طيب وبيهينوا المصريين. هل انت هتسمع كلامهم وتدفع ربع مليون جنيه؟ لو هدفع ربع مليون جنيه كنت دفعتهم وقتها واستلمت عربيه احسن من التويوتا 100,000 مره. بتطالب بايه؟ انا بطالب بحق ان انا اخد العربيه بالسعر اللي انا دفعته. مش ما ينفعش ان انا دفعته يبقى انا اللي انا دفعته يحسبه لي بالدولار في وقتها واكمل سعر العربيه واستلمها.